ثالث من بحث المصروفات، وطبعا هذا الجزء عليه 20 علامة في بحث المصروفات. يعني اليوم راح ناخذ 20 علامة من بحث المصروفات إذا انتبهنا ما ارتكبنا أخطاء رياضية، طبعا أخطاء ما لها معنى. هلا قبل ما نبدأ بفقرات البحث تبع اليوم، طبعا عباد عم يسأل شو هو مفهوم المحدد. حكينا هالشيء يا محمد يا عبادة، قلنا المحدد هو عدد، وبالتالي أعطانا طرق حساب هذا العدد. إذن محدد مصفوفي هو عبارة عن عدد وهو فقط موجود للمصفوفات المربعة، وبالتالي في آلية لحسابه. أعطانا الآلية واللي هي أخذناها الدرس الماضي، وقلنا أنه في طرق، في طريقة عامة تنطبق على كل المحددات وفي طرق خاصة لبعض المحددات. إذن هو عبارة عن عدد، وآلية حسابه أخذناها بالمحاضرة السابقة. هلا بنجي على طبعا الجزء المتعلق ببحث اليوم، اللي هو كيفية إيجاد مقلوب مصفوفي. وطبعا كلياته هذا الطلاب نحن عم ناخده لحتى نستخدمه الدرس القادم إن شاء الله بحل جملة معادلات خطية. هلا قبل ما أبدأ طبعا ببحث مقلوب المصفوفي، بدي نوه ل طبعا الملاحظة التالية، بجوز نوهت عليها لكن لا يمنع أن نعيدها مرة ثانية، أنه في تشابه من حيث الخواص بين العدد واحد والمصفوفة الواحدية. العدد واحد والمصفوفة الواحدية، المصفوفة الواحدية في تشابه من حيث العمليات الرياضية. يعني إحنا بنعرف أنه أي عدد نضربه بالواحد يبقى نفسه، واي مصفوفه نضربها بالمصفوفه الواحديه تبقى نفس المصفوفه. اي عدد نضربه بمقلوبه بيعطينا واحد، اي مصفوفه نضربها بمعاكسه مثل كما سنرى بعد قليل بيعطينا المصفوفه الواحديه. نفس الشيء بالنسبه للصفر، اي عدد بنضيف له صفر بضل نفسه، اي مصفوفه بنضيف له المصفوفه الصفريه بتضل نفسها. اي عدد بضربه بالصفر بيطلع صفر، اي مصفوفه بضربها المصفوفة الصفرية بيطلع على المصفوفة الصفرية. إذا من حيث الخواص العدد واحد والمصفوفة الواحدية نفس الشيء بالنسبة للضرب والجمع، والعدد صفر كمان نفس الشيء. هلا شو عامل لي؟ طبعا عامل لي مقلوب مصفوفة أو معاكس مصفوفة أو معكوس مصفوفة. معاكس مصفوفة أو مقلوب مصفوفة. أول شغلة الطلاب يرمز لمعاكس مصفوفة أو مقلوب المصفوفة بـ A ناقص 1. هلا في شروط لها، لكن متى ما وجدت هذه المصفوفه اذا ضربتها بالمصفوفه الاصليه سواء كان الضرب من اليسار او من اليمين فالناتج هو المصفوفه الواحديه. اذا اي مصفوفه بنضربها بمقلوبه شو لازم يعطيني؟ المصفوفه الواحديه. طبعا اكيد نحن لما نوجد مقلوب مصفوفه ما راح نجي نضيع وقت والله ونضربها بالمقلوب ولحتى نتاكد انه شغلنا صح. طبعا ممكن نساوي اخر شيء بعد ما انتهي من حل الاسئله، طبعا انا حريص دوما اني اخذ علامه مثلا تامه، فعندئذ اكيد الطالب الشاطر راح يكون في عنده وقت كافي لحتى يراجع الورقه. اما الطالب اللي عنده اخطاء وما هو واثق بنفسه كل خطوه بده يرد يعيدها مرتين، فعندئذ اكيد انه الوقت ما راح يسعفه انه يقدر يراجع الورقه مره ثانيه. هلا عم نقول انه اي مصفوفه بضربها بمقلوبه سواء كان الضرب من اليسار او من اليمين فبيعطينا المصفوفه الواحديه، هذا في حال وجودها. طيب ما هو شروط ايجاد المقلوب؟ اذا انا عندي مصفوفه A دغري مباشره بقدر اوجد لها مقلوبه ولا في شروط لازم تتحقق لحتى اقدر اوجد المقلوب؟ طبعا في شرطين، شرط بده حساب وشرط من النظر. الشرط من النظر انه هو تكون المصفوفه مربعه، هذا طبعا فينا نتحقق منه بالرؤية، نطلع عدد الأسطر يساوي عدد الأعمدة إذا هي مصفوفة مربعة. إذا الشرط الأول محقق. إذا تحقق هذا الشرط ننتقل إلى الشرط الثاني اللي هو أنه لازم يكون محددة شو لا يساوي الصفر. إذا أنا ما بقدر أوجد مقلوب مصفوفة إلا للمصفوفات اللي محددة لا يساوي الصفر. طبعا هون بيجي السؤال أنه ليش بده يكون المحدد لا يساوي الصفر؟ لأنه إيجاد مقلوب المصفوفة طلاب هو قانون يعطى بالشكل التالي A ناقص 1
يساوي 1 على ديتيرمين ايه، وبالتالي بنقسم على المقلوب على المحدد، وبالتالي المحدد اكيد ما لازم يساوي صفر لحتى نقدر نقسم عليه. اذا 1 على ديتيرمين ايه بما يسمى بالمصفوفة المساعدة adjunct matrix A، وهذا هو الرمز المختصر للمصفوفة المساعدة أو المصفوفة الملحقة، والرمز الكامل لها هو adjunct. طبعا قد يكون اللفظ مو دقيق 100% طلاب، adjunct matrix المصفوفة المساعدة أو المصفوفة طبعا الملحقة هون في عنا I. إذا نسميها المصفوفة المساعدة أو المصفوفة الملحقة، وطبعا هلا رح نشوف آلية وجودها، لأنه إحنا حساب المحدد الدرس الماضي أخذناه، وبالتالي اليوم رح نوجد المصفوفة المساعدة. متى ما أوجدناها بنقسم كل حد من حدودها على الديتيرمين، فبنحصل على ما يسمى بالمقلوب. وطبعا رح نبدا بالمصفوفه من المرتبه الثانيه. طبعا المصفوفه المرتبه الثانيه ما كثير بدها شغل، طبعا القانون العام ينطبق على كل المصفوفات، لكن المصفوفه المرتبه الثانيه فينا بسهوله نوجد مقلوبها. طبعا هو بتطبيق نفس القانون لكن فيه له اليه خاصه فيه. يعني انا عندي مصفوفه من المرتبه الثانيه، والمصفوفه المرتبه الثانيه يعني فيها سطرين وعمودين، يجب ان تكون مربعه لحتى نقدر نحسب مقلوبها. اذا عندي 3 2 ناقص 1 2. طبعا من النظر مبين انه في عندي سطرين وعمودين، اذا هي المصفوفه مربعه. اذا بنتقل الى الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ ان يكون ديتيرمن A لا يساوي صفر. ديتيرمن A طبعا يساوي زي ما حكينا، بنحط قوس اول ناقص قوس ثاني، والقوس الاول لجذاء الطرفين اللي هو 6، والقوس الثاني لجذاء الوسطين اللي هو ناقص 2، فبيطلع الجواب شو يساوي؟ 8. طبعا 8 اكيد لا يساوي الصفر. اذا المصفوفه A لها مقلوب. ما هو مقلوبها؟ اذا A ناقص 1. ماذا يساوي؟ 1 على المحدد، 1 على المحدد يساوي 8. بالمصفوفه المساعده والمصفوفه الملحقه. المصفوفه المساعده او المصفوفه الملحقه. ما هو طلاب؟ ما هي المصفوفه المساعده للمصفوفه من المرتبه الثانيه؟ المساعد المصفوفة المساعدة المصفوفة المرتبة الثانية طلاب بدون قانون، طبعا هو نفسه القانون لكن تطبيقه هون كثير سهل. بيقول لي بدل بين عناصر الطرفين، بدل بين عناصر الطرفين يعني حط 2 محل 3 و3 محل 2، بينما عناصر الوسطين غير لون اشارتهم بس فقط وخليهم محلهم. اذا ناقص 2 هون شو بصير عندنا؟ زائد 1. اذا مقلوب المصفوفه من المرتبه الثانيه طلاب عمليه كثير بسيطه، وهي انه عناصر القطر الرئيسي بنغير محلهم، وعناصر القطر الثانوي بنغير لون اشارته. هلا خلينا هون طبعا المصفوفه من المرتبه الثانيه، فعمليه التحقق كثير بسيطه كثير بسيطه. فبنجي طبعا بنضربها من الطرفين بالمصفوفه الاصليه، هي راح نضرب بالطرفين المصفوفه الاصليه، هي راح نحط هون A، اذا هون راح نحط A. فشو بيطلع معنا هون؟ بيطلع معنا 3 2 ناقص 1 2 يساوي 1 على 8. لاحظوا طلاب 1 على 8 ما دخلته لجوا، ليش؟ مشان ما اضرب كسور واجمع كسور. اخر شيء ممكن نجري عمليه ادخال العدد الى ما داخل المصفوفه. نجي لهون طلاب نضرب السطر الاول بالعمود الاول، 2 في 3 6 ناقص 2 في ناقص 1 شو اعطانا؟ 8. 2 في 2 4 وناقص 2 في 2 ناقص 4 بيطلع الجواب 0. 1 في 3 3 و3 في ناقص 1 ناقص 3 اذا الجواب 0. 1 في 2 2 3 في 2 6 6 و2 8. هلا بندخل 8 8 لجوا، لما ندخل الثمن لجوا شو بيطلع الجواب؟ هذا بيطلع 1 وهذا شو بيطلع؟ 1. اذا المصفوفه بمقلوبه ماذا يعطي؟ المصفوفه شو؟ الواحد. يعطي المصفوفه الواحده. اذا كيف بنوجد مقلوب مصفوفه المرتبه الثانيه؟ طلاب
عناصر القطر الرئيسي بنغير موضعهم، وعناصر القطر الثانوي بنغير اشارتهم، وطبعا ممكن انه نقسم طبعا بالنهايه على محدد هذه المصفوفه. مثال ثاني عندنا المصفوفه A يساوي 4 ناقص 2 3 5. اعمل لي اوجد مخلوط هذه المصفوفه. اول شرط مثل ما حكينا من النظر، ونتاكد انه عدد الاسطر يساوي عدد الاعمده. بنلاحظ انه في سطرين وعمودين، اذا الشرط الاول محقق مباشره ننتقل الى الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ انه نحسب محدده ديتيرمين A يساوي، قلنا نحط قوس اول ناقص قوس ثاني يساوي القوس الاول بنحطه لجذاع الطرفين، فبيطلع معنا ناقص 8 اللي هو هذا بهذا، والقوس الثاني بنحطه للوسطين 5 في 3 15. الآن نسحب الأقواس، فبيطلع معنا ناقص 8 ناقص 15 ماذا يساوي؟ ناقص 2 23، لا يساوي الصفر. أنا ما بيهمني قيمته موجبة ولا سالبة، بيهمني هل يساوي الصفر أو لا يساوي الصفر. إذا بنخربطي على بالجمع والطرح فأمورك بخير. جينا لهون الخطوة الثانية، دغري نحسب المقلوب A ناقص 1 يساوي، قلنا 1 على المحدد، إذا 1 على ناقص 2 23 بالمصفوفة المساعدة. ما هي المصفوفة المساعدة؟ المصفوفة المساعدة بتقول غير موضعي الطرفين، إذا هي 2 وهي 4، والوسطين غير اشارتهم، اذا هي ناقص 3 وهي ناقص 5. هذا هو مخلوب المصفوفه من المرتبه الثانيه، لا يحتاج الى اي عمليه حسابيه. غير موضعي الطرفين والوسطين غير اشارته. تمام. هاي فيما يتعلق بالمصفوفه من المرتبه الثانيه. هلا بنجي على الموضوع الاهم اللي هو بالفحص الطلاب لا بيجي رابعه ولا بيجي ثاني، خير الامور اوسطها، وطبعا المصفوفه اللي بتجي هي مصفوفه من المرتبه الثالثه. المصفوفه من المرتبه الثالثه. طيب اذا شو هي الخطوات طلاب الان لايجاد مطلوب اي مصفوفه حتى المرتبه الثانيه؟ نفس الشيء لكن ما بده كل هالشيء. واحد، الخطوه الاولى نوجد محدد المصفوفه، محدد المصفوفه، وهذا طبعا ممكن ناجله خطوتين هلا بنشوف ليش. إذا نوجد محدد المصفوفة، قديش عليه؟ عليه بالامتحان 10 وبالوظيفة عليه 10. 2، نوجد مصفوفة المصغرات، مصفوفة المصغرات. وتذكرنا طلاب الدرس الماضي أوجدنا مو مصفوفة المصغرات، أوجدنا صغير كل عنصر للمحدد أو للسطر اللي أنا بدي إياه. هون مصفوفة المصغرات بدنا نوجد صغير كل عنصر بالمصفوفة. إذا نوجد مصفوفة المصغرات لكل عناصر المصفوفة. عناصر المصفوفة. والخطوة الثالثة طبعا، والخطوة الثانية كمان بعض الكتب ما بتلاقوها، دغري بينتقل من المحدد إلى مصفوفة المرافقات. نوجد مصفوفة المرافقات. ومصفوفة المرافقات طلاب اذا بتتذكروا او مرافق عنصر، قلنا كل عنصر او كل صغير بنضربه باشاره الموقع اللي هو موجود فيه. اذا مصفوفة المرافقات شو هي طلاب؟ هي نفسها مصفوفة المصغرات
لكن نضرب كل عنصر بإشارة الموقع اللي هو موجود فيه. قلنا إشارة الموقع هي ناقص واحد هو سطر زائد عمود، أي إشارة الموقع. إذا كان هالعدد زوجي فهذا يعني بنخلي له إشارته، وإذا كان هذا العدد فردي بنغير له إشارته. هاي بتعطينا مصفوفة المرافقات. أربعة، نوجد المصفوفة المساعدة. نوجد المصفوفة المساعدة واللي هي منقول مصفوفة المرافقات، يعني ما بنساوي شيء لهون الشغل والباقي كله بسيط. إذا نوجد المصفوفة المساعدة، شو هي المصفوفة المساعدة طلاب؟ وهي منقول مصفوفة المرافقات. وقلنا المنقول شو هو طلاب؟ انه نساوي السرعة عمودية. إذا وهي منقول مصفوفة المرافقات. متى ما حصلنا طلاب على مصفوفة المرافقات بيجي الخطوة الخامسة والأخيرة اللي هي نطبق القانون A إيه ناقص واحد يساوي واحد على determine A بالمصفوفة المساعدة أو مصفوفة ملحقة. هاي الخطوات الخمسة طلاب اللي بدي اتبعها لحتى أوجد مقلوب مصفوفة أيا كانت درجتها، سواء كان ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة، لكن بالثالثة طلاب الأمور بخير، أما بالرابعة وما فوق بصير الأمور كثير كثير صعبة وبالتالي بتاخذ وقت كثير. الآن طلاب شو كل الخطوات قبل ما أنتقل مباشرة إلى التطبيق. محدد المصفوفة معروف. ثالثة إذا يا الطريقة العامة اللي هي بيزوت يا طريقة سيروت أو ساروت. مصفوفة المصغرات قلنا كل عنصر له صغير، شو هو الصغير؟ هي قيمة المحدد الذي ينتج عن حذف السطر والعمود الذي يقع به العنصر. بعدين قلنا كل صغير له شو؟ إشارة موقع. ما هي إشارة الموقع؟ قلنا هي ناقص واحد قوة سطر زائد عمود. نضرب كل عنصر بمصفوفة المصغرات بإشارة الموقع نحصل على ما يسمى مصفوفة المرافقات. ناخذ منقولة نحصل على المصفوفة المساعدة، نطبق القانون نحصل على مقلوب مصفوفة. هاي فيما يتعلق بإيجاد مقلوب مصفوفة المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لكن مثل ما حكيت بالفحص ما بيجي إلا ثالثة. ليش؟ لأنه بتاخذ وقت كثير، الخطوات هي نفسها، لكن الوقت المستغرق لإيجاد مقلوب مصفوفة المرتبة الرابعة تقريبا ساعة. إلي علي وعليكم. ساعة يعني ما عاد في معنى انه نجيب اي سؤال ثاني، واذا الطالب حربط راح التمرين، لذلك خير الامور اوسطها. نجي لهون طلاب على التمرين التالي اللي هو مصفوفة من المرتبة الثالثة. طبعا كلياته نفس الحكي اللي حكيناه، نوجد صغير كل عنصر، بعدين المرافق، بعدين المصفوفة المساعدة، وبعد منا نقسم كل عنصر من عناصر المصفوفة المرافقة على المحدد. هاي عنا المصفوفة التالية 3 0 1 ناقص 1 2 0 3 1 2. انتبهوا لي طلاب على الخطوات لأنه 20 علامة ما لازم تضيعوا منها إذا حابين تنجحوا بالمقرر، أما إذا حابين تدفعوا مصاري مرة ثانية على المادة وتغيروني تروحوا لعند دكتور ثاني فأنتوا أحرار. والخطوة اللي ما أنا واضحة الطلاب تسألوا عنها. قلنا المحدد من أجله خطوة خطوتين، هلا بشرح لكم ليش من أجله خطوتين. بدي أجله خطوتين ليش؟ لحتى أتأكد إنه شغلي صح وأحصل على قيمة المحدد أوتوماتيكيا. لذلك لاحظوا طلاب نبدأ بمصفوفة المصغرات. هلا لحتى نحصل على مصفوفة المصغرات لازم يكون معنا قلمين، راح نسميها أي فتحة، هاي من عندنا نحن، طبعا هي ما لها تسمية. هاي رح نحصل على مصفوفة المصغرات. قلنا لازم يكون معنا قلمين، ليش قلمين؟ لأنه قلم بدنا نحطه على السطر وقلم بدنا نحطه على العمود مشان نشوف شو المحدد الباقي ومنحسبه. لذلك أنا أول واحدة رح حله بالتفصيل وبعدين بقية الصغائر بنحسبها لحالها. الآن طلاب بدي صغيرة ثلاثة. شو بدي؟ صغيرة ثلاثة، إذا لازم أحذف السطر والعمود الذي يقع به ثلاثة، إذا لازم نحذف السطر الأول والعمود الأول. فلاحظوا طلاب اذا حذفت السطر الاول والعمود الاول شو بيبقى معنا؟ بيبقى معنا 2 0
واحد اثنين. ما هي قيمة المحدد؟ الطرفين ناقص الوسطين إذا أربعة. الوسطين ناقص الطرفين. خربتوا طلاب، خربت منير، خربتوا طلاب، أسمع بتكون خربتوا. أي ما فيني ساعدكم فيها طلاب، بالعكس بنبسط لما بتخربطوا بالضرب. إذا صغير الثلاثة شو هو؟ أربعة. نيجي الآن بدنا صغير الصفر، بدنا صغير الصفر، إذا شو بدنا نساوي؟ بدنا نحذف العمود الثاني والسطر الأول، العمود الثاني والسطر الأول، قلنا بده يكون في قلمين، قلم نحطه على السطر وقلم نحطه على العمود. شو بيطلع معنا صغيره طلاب؟ شو بيطلع معنا صغيره؟ الجواب بدي مباشرة، ما هو صغير الصفر هاد؟ ما هو صغير الطلاب؟ بدنا نحذف العمود الثاني والسطر الأول، بيبقى ناقص واحد صفر ثلاثة اثنين، إذا صغيره شو هو؟ ناقص اثنين، صحيح. ناقص اثنين. الآن بدنا صغير الواحد. إذا بدنا نحذف السطر الأول والعمود الثالث، السطر الأول والعمود الثالث. شو بيبقى يطلع معنا الجواب؟ ما بدنا نخرب الطلاب، كل ما حكيت ما بدنا دكاترة يزنكوا على حسابنا ولا الجامعة تزنكر على حسابنا. ناقص سبعة، صحيح. هلأ شو بدنا؟ صغير الناقص واحد، يعني بدنا نحذف السطر الثاني والعمود الأول، السطر الثاني والعمود الأول، السطر الثاني والعمود الأول. شو بيطلع معنا الجواب؟ بدي الكل يشارك طلاب، الكل يشارك. مجدولين، ميري، هيا، على ناقص واحد، ناقص واحد. طيب تمام. هلا بدنا صغير اثنين، يعني بدنا نحذف السطر الثاني والعمود الثاني، السطر الثاني والعمود الثاني. ثلاثة باثنين ستة، ناقص ثلاثة، شو بيطلع الجواب؟ ثلاثة. واللي بيطلع معه رقم وما بيقتنع فيه طلاب يسأل مباشرة. إذا هاي صغير اثنين. الآن بدنا صغير الصفر، إذا بدنا نحذف السطر الثاني والعمود الأول، العمود الثالث عفوا، شو بيطلع معنا الجواب؟ أيضا ثلاثة. هلا خلصنا، بدنا صغير ثلاثة. شو بدنا؟ صغير ثلاثة، إذا بدنا نحذف السطر الثالث والعمود الأول، شو بيطلع معنا الجواب؟ ناقص اثنين. ناقص اثنين، برافو. على ما بدنا نخبز. الآن بدنا صغير الواحد، إذا بنحذف السطر الثالث والعمود الثاني، السطر الثالث والعمود الثاني، شو بقى الجواب؟ واحد. هلا بدنا صغير اثنين، بنحذف السطر الثالث والعمود الثالث، شو بيطلع الجواب؟ ست. هاي شو بنسميها يا طلاب؟ مصفوفة المصغرات. مصفوفة المصغرات. هلا بدنا مصفوفة المرافقات. يساوي. نجي لهون طلاب. الأربعة أين تقع؟ في السطر الأول والعمود الأول. واحد زائد واحد اثنين، زوجي نخليها مثل ما هي. ناقص اثنين تقع في السطر الأول والعمود الثاني. واحد زائد اثنين ثلاثة، فردي نغير لها إشارتها. ناقص سبعة
تقع في السطر الأول والعمود الثالث، 1+3+4 محافظ على الإشارة. ناقص 1 هي طلاب تقع في السطر الثاني والعمود الأول، 2+1+3 فردي نغير إشارته. 3 تقع في السطر الثاني والعمود الثاني، 4 زوجي نحافظ على الإشارة. 3 تقع في السطر الثاني والعمود الثالث، 2+3+5 نغير إشارته. ناقص 2 تقع في السطر الثالث والعمود الأول، بنحافظ على إشارته. 1 تقع في السطر الثالث والعمود الثاني، 5 نغير إشارته. و6 تقع في السطر الثالث والعمود الثالث، نغير إشارته، حافظ على إشارته عفوا. وهون طلاب انتبهوا لي، أي واحدة بعرفها الباقي دغري وراها بنغير، يعني أنا عرفت الأربعة محافظ على الإشارة، إذا دغري طلاب محافظ نغير محافظ نغير محافظ نغير محافظ نغير محافظ نغير محافظ. إذا فينا بالتسلسل، وفينا نقول سطر زائد عمود، زوجي فردي زوجي فردي زوجي فردي، محافظ نغير. طبعا اكيد مش بالفحص، مين بيسالكم منين جبتوا الصور؟ منين ما بلشتوا طلاب؟ لاحظوا هلا مثلا جينا على هذا، اين يقع؟ في السطر الثالث، بس اعرف اشاره واحد الباقي بالتناوب، يعني هذا ناقص 1 يقع في السطر الثالث، او خلينا الواحد يقع في السطر الثالث والعمود الثاني، نغير، اذا اللي بعده نحافظ، اللي فوقه نغير، نحافظ نغير محافظ نغير محافظ نغير محافظ نغير. اذا اي وحده بعرفها اعرف شلون مباشره نغير لها حسب زوجي ولا فردي. ممكن طبعا ممكن انت عم تقول في اسكون ايه او هيا زائد دغري ناقص زائد، اذا ناقص زائد ناقص زائد ناقص زائد، الطريقه اللي بتريحكم طلاب، الطريقه اللي بتريحكم، المهم ما نرتكب اخطاء. هلا نجي طلاب، نجي على حساب المحدد والتاكد انه شغلنا صح، لانه انا لحد الان ما بعرف اذا شغلي صح. عم نحسب يا يعني ترى هل شغلنا صح؟ هلا بدي اتاكد معنا، اكتبوا لي طلاب. هاي محيناها لهي، رح نحط فوقها المصفوفه الاصليه لهي او على يمينها، بس بما انه على يمينها انا ما عندي مكان فرح نحطها فوقها هي. ايه هي راح نحطها فوق هاي. نيجي لهون طلاب بنحطها مثل ما هي، 3 0 1 ناقص 1، 2 0 3 1 2، بناخذ كل سطر بنضربه بمقابله وبنجمعه، يعني السطر الاول من فوق مع السطر الاول بالمصفوفه المرافقات، السطر الثاني بالمصفوفة الأصلية مع السطر الثاني بالمصفوفة المرافقات، السطر الثالث بالمصفوفة الأصلية مع السطر الثالث بالمصفوفة المرافقات، كلياتهم لازم يطلعوا نفس الجواب اللي هو قيمة المحدد. فلاحظوا طلاب 3 في 4 12، الأول في الأول هلا. 0 ب 2 0. 1 في ناقص 7 ناقص 7. شو طلع الجواب؟ 5. هلا بننتقل للثاني، ناقص 1 في 1 ناقص 1، 3 في 2 6، 0 في ناقص 3 0، ناقص 1 زائد 6 شو يساوي؟ 5. هلا بننتقل على الثالث، 3 في ناقص 2 ناقص 6، 1 في ناقص 1 ناقص 1، 2 في 6 12، ناقص 7 زائد 12 يساوي 5. ماذا نلاحظ؟ ان الاجوبه
متساوية وهي قيمة المحدد. إذا بنأجل قيمة المحدد لبعد ما صفت المرافقات بتعمل إيه؟ شو يساوي؟ 5. هذا بنتأكد منه، طلابنا أخذ منه وقت. إذا تأكدنا أنه شغلنا صح وحصلنا على قيمة المحدد، هلأ متابعة الخطوات. ما عاد في داعي نتأكد طلاب، نجي ناخذ المصفوف المقلوب نضربها بالمصفوف الواحدية. إذا اتش ال A شو هي؟ هي منقول مصفوف المرافقات. هي إذا بناخذ السطر الأول نحطه عمود أول، إذا هي 4 وهي 2 وهي ناقص 7. السطر الثاني بنحطه عمود ثاني، إذا هي 1 وهي 3 وهي ناقص 3. السطر الثالث بنحطه عمود ثالث، إذا هي ناقص 2 وهي ناقص 1 وهي 6. هلا صار معنا المقلوب جاهز. A ناقص 1 هو 1 على المحدد، يعني 1 على 5 بشو؟ بالمصفوفة المساعدة. فينا نقسم دغري كل عنصر من عناصره على 5، فهي رح نشيلها رح يطلع معنا 4 على 5، 1 على 5 ناقص 2 على 5، 2 على 5، 3 على 5 وناقص 1 على 5 ناقص 7 على 5 ناقص 3 على 5 و6 على 5. هلا طبعا بنجاوب على سؤال اللي جاي بالوظيفه. شو بدي الاسئله يا طلاب؟ ما هي قيمه المحدد؟ عليه 10 علامات، ديترمن A يساوي 5. شو اخذنا؟ 10. ما هو العنصر الواقع في السطر الثاني والعمود الثالث بمصفوف المصغرات؟ 1. اخذنا 5. ما هو العنصر الواقع في السطر الثاني والعمود الثالث بمصفوف المرافقات؟ 5. ما هو العنصر الواقع في العمود الثالث في السطر الثالث والعمود الاول بالمصفوفة المساعدة؟ ناقص 7. اخذنا 5 علامات. ما هو العنصر الواقع في السطر الاول والعمود الثاني بالمصفوفة بمصفوفة المقلوب؟ 1 على 5. قديش اخذنا طلاب؟ هاي 10، هاي 5، هاي 5، هاي 5، هاي 5، 30 علامة. في حد عنده اي استفسار؟ طيب كملوا يا طلاب تمرين ثاني عشان اتاكد انه فهمناها. وهلا طبعا بدي منكم طلاب كل واحد بده يعطيني رقم. هاي المصفوفة قدام منكم، هاي المصفوفة قدام منكم 2 3 0 1 ناقص 1 3 4 0 1، فيها 9 ارقام، فيها 9 ارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عندنا 11 طالب. يلا طلاب جهزوا لي حالكم، جهزوا لي حالكم. هلا كل واحد منكم بده يعطيني رقم، اللي بقول له اسمه بده يعطيني صغير العنصر اللي انا بقول له عليه. لذلك هلا راح اعطيكم 3 دقائق لحتى تحسبوا كل الصغائر مشان تقولوا لي صح ولا غلط. اذا واحد اعطاني جواب غلط قولوا له غلط. يلا طلاب احسبوا مصفوفة المصغرات لحالكم، هلا بعدين انا بطلب منكم تعطوني الاجوبه. بدي الكل طلاب، يعني ما بده يشارك بالدرس وياخذ علامه او شلون يصفل، هو حر. لانه مو بس حضور، بدنا حضور وفعاليه.
طبعا اللي خلص يقول جاهز لحصل على مصفوف المرافقات، قول جاهز. أكيد ما بدنا ننام طلاب لأنه عندنا فطور، ما هيك؟ نور عمان شو صار معنا؟ راما طيب، ما هو صغير اثنين يا راما؟ ما هو صغير اثنين يا راما؟ وهون شغلة طلاب، إذا سمحتوا إذا في شيء غلط لا حدا يقول لي، مشان بس بدنا نتحقق نكتشف الغلط لحالنا. ما هو صغير اثنين يا راما؟ ناقص واحد. علاء، ما هو صغير ثلاث؟ ناقص 11. أحمد، ما هو صغير الصفر؟ أحمد، ما هو صغير الصفر؟ عبادة، ما هو صغير الصفر؟ أربع. هيا، ما هو صغير الواحد؟ ما هو صغير الواحد؟ ناقص ثلاث. منير، ما هو صغير؟ ناقص واحد. اثنين. آية، ما هي صغيرة ثلاثة؟ آية، شو صغيرة ثلاثة؟ ناقص 12.
مين لسه ما شارك؟ مين لسه ما شارك طلاب وعنده جواب؟ مين لسه ما شارك؟ طيب نرد مرة ثانية. محمد ما أعطانا الجواب ولا جواب. محمد مجدولين، ما هو صغير الأربعة؟ ما هو صغير الأربعة يا مجدولين؟ تسعة. الآن طلاب مين بده يعطونا الكل؟ صغير، الصفر، الكل. الكل طلاب. هلا هي قال 12 ستة، والأغلبية قالوا ستة. طيب وطبعا آخر واحد على الكل طلاب ناقص خمس. تمام. هلا ببين معنا اذا شغلنا صح. ايه فتحتين دغري طلاب. ما بدنا بقى نجمع ونطرح. الاول نحافظ، الثاني نغير. نحافظ، نغير، نحافظ، نغير، نحافظ، نغير، نحافظ. هلا بنحط تحت منا شو؟ المصفوفة الأصلية. بنحط تحت منا المصفوفة الأصلية عشان نتأكد ونحصل على قيمة المحدد. 2 3 0 1 ناقص 1 3 4 0 1. نجي طلاب هون. الأول في الأول ناقص 2. الثاني في الثاني زائد 33. ثالث للثالث صفر. المجموع ماذا يساوي؟ 3 31. الأول في الأول 3، الثاني في الثاني ناقص 2، الثالث في الثالث 3 36. شو بيطلع الجواب؟ بيطلع الجواب 3 37. نحسب الثالث عشان نعرف ايهما طبعا الصح. نحسب الثالث لانه بكون حظنا سيء اذا طلع كمان غير جواب. ساعتها بدنا نعيد الكل. الاول في الاول 3 36، الثاني في الثاني صفر، الثالث في الثالث ناقص 5. شو طلع الجواب؟ 3 31. نطلع اذا 31 31 اذا الثاني غلط. الثاني شو هو؟ غلط. طبعا الثاني مين اعطانا جوابه؟ هلا نجي على اول عدد. بدنا صغير الواحد. شو بدنا؟ صغير الواحد. صغير الواحد اعطتنا اياه بعتقد مين؟ هيا ما هي؟ فبدنا نجي نحذف هذا السطر وهذا العمود. بناخذ جذاع الطرفين بجذاع الوسطين. جذاع الطرفين بيطلع 3، الوسطين 0، اذا الاشاره هون كانت غلط، هي زائد 3. زائد 3. هلا نحذف العمود الثاني بيطلع معنا 2، العمود الثالث بيطلع ناقص 12، اذا ما في غلط الا هي، وبالتالي هي شو صارت؟ ناقص. هلا بنرد بنعيد الحسابات. ناقص 3 في 1 بيطلع ناقص 3، بعيانين صح. ناقص 3 وناقص 2 بيطلع ناقص 5، وزائد 36 بيطلع 31، وبالتالي الاجابات كلها شو صارت؟ صحيحه. اذا حصلنا على ديتيرمن A اللي هو شو يساوي؟ 3 31. وتأكدنا أنه شغلنا شو هو؟ صحيح. تأكدنا أنه شغلنا صحيح لأنه ما عاد في مجال للغلط طلاب. في مجال بالغلط في مصفوفة المصغرات. هلا ما في مشكلة حتى لو دخلتي يا هيا، لكن في إجباري سؤال على سؤال المصغرات. يعني ما
ما في مصفوفة، بده يجينا سؤال على مصفوفة المصغرات، فإذا بتقدري تاخذيه فما في مشكلة، لأنه أنا حكيت من البداية إنه كل الكتب بتبلش بمصفوفة المرافقات. كل الكتب بتبلش بمصفوفة المرافقات. لا هلا نحن فينا ليش إذا جينا لهون استنتجنا مصفوفة المرافقات يا هيا، وجا سؤال على مصفوفة المصغرات ما فينا نعرف له إشارته؟ بنشوف بنجمع السطر والعمود الذي يقع به العنصر. إذا كان زوجي فهو إشارته كما هي، أما إذا كان فردي بناخذ عكسه، ما في مشكلة، يعني فينا نحصل على أي مصفوفة بدنا إياها. هلا طبعا بدنا المصفوفة المساعدة اتش جانت ماتريكس ايه. شو هي اتش جانت ماتريكس ايه؟ قلنا هي منقول مصفوفة المرافقات، يعني ناقص واحد 11 4 ناقص 3 2 12 9 ناقص 6 ناقص 5 فاصلة. آخر خطوة AS ناقص 1 يساوي كل عنصر من مصفوفة المساعدة بدنا نقسمه على المحدد، فصار معنا ناقص 1 على 3 31 ناقص 3 على 3 31 9 على 3 31 11 على 3 31 2 على 3 31 ناقص 6 على 3 31 4 على 3 31. فيكم ما تدخلوه تخلوه برا بس بحيث ما تخربطوا. 12 على 3 31 ناقص 5 على 3 31. هلا طبعا الأسئلة صارت واضحة. السؤال الأول ما هي قيمة المحدد؟ 31 10 علامات. السؤال الثاني ممكن يجي ما هو العنصر الواقع في السطر الثالث والعمود الثالث من مصفوفة المصغرات؟ ناقص 5 أخذنا 5 علامات. ما هو العنصر الواقع في السطر الثاني والعمود الثالث من مصفوفة المرافقات؟ 12 أخذنا 5 علامات. ما هو العنصر الواقع في السطر الأول والعمود الثاني بمصفوفة المساعدة؟ ناقص 3. ما هو العنصر الواقع في السطر الأول مثلا أو السطر الثالث والعمود الأول بمصفوفة المخلوط؟ إذا هي أخذنا 30 علامة طلاب، 30 علامة، 30 من 100، 30 من 100 يعني قديش؟ 28 من قديش؟ 70، عفوا 21، 21، 21 من 70. في حدا عنده اي استفسار طلاب؟ في حدا عنده اي استفسار؟ صارت واضحه الامور؟ اهم شيء طلاب ما نرتكب اخطاء. عباده عباده احمد احمد آية 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 علاء منير
منير، ما في مشكلة ما في مشكلة. منير، راما، محمد، محمد، مجدولين، نور، واميري. اكتبوا لي طلاب هلا، في فكرة بالجزء الأول من بحث المصروفات، طبعا الوقت يومتها ما يعني ما سمح لنا إنه نشرحها، راح نشرحها اليوم لأنه الشيء المحدد لبحث اليوم انتهى، هو بس كان عنوانه كيفية إيجاد مطلوب مصروفي. بس قبل ما أكيد هون الخطوة الثانية، لا أكيد ما بدنا نتأكد من ضال الحل انه نضربها بمقلوبة لحتى نحصل على المصروف الواحدية. الخطوة الثانية هي بتأكد لي كيف بدك تتأكد، يعني ما فهمت عليك، شلون بدك تتأكد؟ عبادة، ما فهمت عليك يا عبادة، شلون بدك تتأكد يعني؟ شو سؤالك؟ ما فهمته. لا مو ضروري يطلع كسور. طلعت الأعداد لا تقبل القسمة على المحدد، لو تقبل القسمة ما بيطلع كسور. لذلك ما فيك. هلا التأكد من صحة الحل، الخطوة رقم 2 بعد ما بنحصل على مصفوفة المرافقات نضرب كل عنصر، كل سطر من مصفوفة المرافقات بالسطر المقابل اللي له من المصفوفة الأصلية، منه بنتأكد انه شغلنا صح ومنه نحصل على قيمة المحدد. هذا هو الشيء النظامي للتأكد من الحل. أما فيما عدا ذلك طبعا ممكن انه تطلع قيمة المحدد ويطلعوا كل العناصر بيقبلوا القسمة عليه، عندها إذا ما في كسور. فما فينا نقول إنه والله هذا هو شرط أساسي إنه والله مصفوفة المقلوب لازم يكون كل العناصر كسور، لا مو كل العناصر كسور، ممكن البعض منهم ما يطلع كسور وممكن كلهم ما يطلعوا كسور، حسب ترتيب العناصر، حسب الصغائر، حسب قيمة المحدد إلى آخره. وبالتالي ما فينا نحكي أو نجزم بهذا الشيء. هلا فيما بعد نعطيكم بعض الشغلات اللي ممكن نفيدكم. هلا بس في عندنا بعض الخواص لمصفوفة المقلوب لازم نكون نعرفها، انه اذا عندي A زائد B بدي مقلوبة، فهذه يساوي مقلوب الأولى زائد مقلوب الثانية. إذا عندي A ضرب ب مقلوب، فهون الترتيب بيختلف، بيطلع مقلوب الثاني في مقلوب الأولى، مقلوب الثاني في مقلوب الأولى. نفس الشيء بالنسبة للمنقول، A زائد ب منقول، هذا يساوي منقول الأولى زائد منقول الثاني. و A ضرب B منقول، هذا يساوي منقول الثاني في منقول الأولى. إذا بالمقلوب للجذع بتغير الترتيب،
واي مقصوفه باخذ لها مقلوبه مرتين ترجع مثل ما هي، ايه اس ناقص واحد والكل ناقص واحد، هذا شو يساوي؟ ايه نفسها. حكينا انه الضرب عمليه غير تبديليه، لكن هون اذا تحقق مثلا، اذا اجيت اخذت مصفوفتين وتحقق معهم انه هلا نحن قبل شوي جينا قلنا A ب A اس ناقص واحد، A اس ناقص واحد ب A هذا يساوي A ب A اس ناقص واحد، هذا يساوي المصفوفة الواحدية. بس مع ذلك طبعا هون طلع انه مصفوفة بمقلوبة، لو غيرت الترتيب ما بتغير الجواب، لكن بالحالة العامة لا، A ضرب B لا يساوي ب ضرب ايه، يعني ضرب المصفوفات عمليه غير تبديليه، ولو طبق من اجل حالات خاصه، لكن نحن لما بتتحقق معنا حاله خاصه ما فينا نعمم، اما اذا حاله عامه عرفتوا فينا نقول والله انه هي محققه دوما. اما اذا ضبطت من اجل تمرين ولكن بشكل عام غير محققه، فما فينا نقول انه هي عباره عن خاصه. الخاصه يجب ان تتحقق دوما. ضرب المصفوفات عملية غير تبديلية، وأعطينا أمثلة حول هذا الشيء في الجزء الأول. مو بس هيك، حتى قلنا أنه في بعض الأحيان ما فينا نضرب، يعني أنا ممكن يكون A ضرب B، ممكن هي طيب من تابع. كنا توقفنا عن ايجاد مقلوب مصفوفه قطريه، ان مقلوب مصفوفه قطريه طلاب هو بس ناخذ مقلوب كل عنصر من عناصره، عناصره يعني واحد على ايه واحد، يعني اذا قال لي ما هو مقلوب المصفوفه التاليه، ما هو مقلوب المصفوفه التاليه؟ ثلاثه صفر 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 اثنين صفر، ما هو مقلوب هذه المصفوفة؟ نحطهم فوق من اي اس ناقص واحد دغري مباشرة، يساوي واحد على ثلاثة صفر اثنين صفر 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 واحد على خمس. هذا هو مقلوب المصفوفة القطرية. بس عناصر القطر الرئيسي بنقلب عناصره. هلا هي عبارة عن ملاحظات، مثل ما حكينا قلنا في الحالة العامة بده يجينا مصفوفة المرتبة الثالثة ما فيها أي خصائص، يعني لا هي قطرية ولا، طبعا قد يكون بعض عناصرها أصفار، لكن بالحالة العامة أكيد خلينا نقول إنه فيها جزء لا بأس به مغاير للصفر. حتى الصفر فيه له صغير، يعني احنا ما عندنا مشكله، لانه احنا ما عم نحصل، عم نضرب هون قلنا عم نحصل على صغير كل عنصر. هلا كل ما كثرت الاصفار بالمصفوفه كل ما سهل علينا الحسابات، لكن بالحاله العامه المصفوفه اللي بدها تجينا بالفحص هي مصفوفه المرتبه الثالثه، وهي شبيهه بالمصفوفه اللي موجوده بالوظيفه. وبرد بكرر طلاب على شغلتين. الشغله الاولى طلاب، اسئله الوظيفه اللي موجودة بين إيديكم هي أسئلة امتحان سابق، هي أسئلة امتحان سابق، وبالتالي لحالكم فيكم تعرفوا إنه فينا نجاوب عليها هل هي سهلة أو صعبة، وطبعاً وين تكمن الصعوبة بتخبروني. والشغلة الثانية اللي بأكد عليها الطلاب إنه بدي الوظيفة بخط اليد، بدي الوظيفة بخط اليد تحمل كصورة واحدة كملف واحد و تنبعث على نظام الموديل. هاي فيما يتعلق بالجزء، لا ما اجى اي شيء تمديد، ليش بدهم يمددوا تسليم الوظيفه؟ تسليم الوظيفه حسب ما عندنا موجود على النظام 20/6/2019. هلا انتبهوا لي طلاب، ليش لحتى نمدد الوظيفة؟ يعني ما بعرف. هلا الدرس القادم
بنصير نحن قادرين انه نحل كل اسئله الوظيفه ما عدا السؤال تبع ثنائي الحد. فيكم طلاب على الموبايل تصوروها وتبعتوها، بس تحملوها بملف واحد مو كل صوره بملف، عشان ما كل ما بدي انتقل من صوره لصوره افتح الملف من جديد. وفيكم سكانر طبعا اكيد ما في اي مشكله، المهم انه تكون صوره واضحه مقروءه، صوره واضحه ومقروءه، لا بدنا نتكلف. لا اقبلها طلاب وورد، لا اقبلها وورد. نحن هدفنا انكم تكتبوها طلاب وبالتفصيل الممل لحتى نعرف اذا في خفايا بين السطور ما انكم فهمانينها، مشان نفحص الاسئله بس مثل العلامه على الجواب. طبعا اكيد اكيد، بس يكون دقه الصوره جيده اكيد. موبايل لكن ليش هالتقنيات الحديثه موجوده؟ لا بدنا سكانر ولا بدنا شيء. عم نقول في اسوء الاحوال او شلون ممكن نسحبها على سكانر، لان سكانر اكيد اوضح. اما اذا دقه الموبايل عاليه والصوره واضحه ومقروءه، لا على الموبايل. هلا نجي على الفقره الاخيره واللي هي مثل ما حكيت طلاب لها علاقه بالجزء الاول من البحث. شو هو الجزء الاول من البحث اللي نحن الفقره اللي هي بسيطه او شلون وعاده ما بيجي عليها اسئله، لكن لعل وعسى ما بدنا نحن تروح علينا ولا علامه مشان فكره بسيطه نحن ما اخذناها. شو بتقول الفكره طلاب؟ بتقول الفكره انه اي مصفوفه مربعه بس يكون عدد الاسطر يساوي عدد الاعمده، فهي المصفوفة فينا نكتبها على شكل مجموع مصفوفتين، المصفوفة الأولى A والمصفوفة الثانية B، بس بشرط A تكون متناظرة و B شو بدها تكون؟ متعاكسة التناظر. متعاكسة التناظر، أي مصفوفة مربعة فينا نكتبها بهذا الشكل. طبعا نحن فينا نكتبها دون شروط على شكل مجموع مصفوفتين، يعني اي مصفوفه فينا نكتبها على شكل مجموع مصفوفتين؟ لا هو بده، هو عم بقول فينا نكتبها على شكل مجموع مصفوفتين، واحده متناظره والثانيه متعاكسه التناظر. اذا شو المجهول عندي؟ A مجهوله ما بعرفها شو هي، وال B مجهوله ما بعرفها شو هي، والمعلوم M. المطلوب شو بده يكون السؤال؟ ما هي المصفوفه المتناظره وما هي المصفوفه المتعاكسه التناظر؟ مثل ما حكيت الطلاب ما اجى ولا مره سؤال عليها. على المصفوفات دوما عم يجي السؤال مثل ما هو موجود بالوظيفه، ومع ذلك خلينا نشوف. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نوجد A وكيف بدنا نوجد B. رح اخذ منقول الطرفين، منقول الطرف الايسر شو يساوي؟ منقول الطرف الايمن. ومنقول مجموع قبل شوي حكيته هو منقول الاول زائد منقول الثاني، يعني المنقول يحافظ على الجمع. اما الضرب بيعكس موضعهم. الضرب شو بيساوي؟ بيعكس موضعهم. هلا بنجي طلاب انتبهوا لي، ام منقول يساوي المصفوفه A شو هي طلاب؟ مصفوفه متناظره. وما هو تعريف المصفوفه المتناظره؟ المصفوفه المتناظره هي المصفوفه التي تساوي منقولها. المصفوفة المتناظرة تعريف الطلاب هي المصفوفة التي تساوي منقولها، إذا منقول A شو هو؟ نفسه A. زائد ما هو تعريف المصفوفة متعاكس التناظر؟ هي المصفوفة التي تساوي معاكس منقولها. إذا هون شو بده يكون؟ ناقص. إذا A متناظرة طلاب، هذا يكافئ إنه A يساوي A منقول. ب متعاكس تناظر، اذا يكافئ انه ب تساوي ناقص ب منقول. هذا تعريف المصفوفه المتناظره والتصوير المصفوفه المتعاكس تناظر. الان لاحظوا طلاب هاي دوره ما عاد بدي اياه. الان اذا جمعنا الطرف الايسر الى الطرف الايسر والطرف الايمن الى الطرف الايمن، فشو بتلاحظوا طلاب؟ الطرف الايسر الى الطرف الايسر اعطانا ام زائد ام تي. ام معلومه اذا منقوله معلومه، يساوي
الطرف الايمن الى الطرف الايمن، اي زائد اي شو بيعطينا؟ 2 اي. وزائد بي ناقص بي شو اعطانا؟ صفر. من هون نستنتج انه اي ماذا تساوي طلاب؟ هي نصف المصفوفه زائد معقولها. اذا هي نصف الام زائد معقولها. حصلنا على المصفوفه اي اللي هي شو بدها تكون؟ متناظره. الان بدنا المصفوفه بي، بدل ما نجمع نطرح. فشو صار معنا؟ ام ناقص ام تي يساوي اي مصفوفه؟ نطرح منها نفسها بيعطينا المصفوفه المصريه الصفريه عفوا. بعدين هون في عندي ناقص وبالاصل ناقص زائد، فشو بيطلع معنا الجواب؟ 2 بي. من هون شو بنستنتج؟ انه بي تساوي نصف ام ناقص ام منقول. بما ان المصفوفه ام معلومه، اذا منقولها معلوم، مره بجمعهم وبقسمهم على 2 بيعطيني المصفوفه متناظره، ومره بطرحهم وبقسمهم على 2 شو بيعطيني؟ المصفوفه متعاكسه التناظر. بشرط شو تكون المصفوفه؟ مربعه. ليش طلاب؟ مين بيقول لي لازم تكون المصفوفه مربعه؟ مين بيقدر يجاوبني ليش لازم تكون المصفوفه مربعه؟ مين هيك؟ طبعا هيك بفش لي خلقي هلا وبيثبت لي انه ليش لازم تكون المصفوفه مربعه. بتحليل بسيط طلاب ممكن تستنتجوا ليش لازم تكون مصفوفه مربعه. فكروا شوي صغيرة طلاب، بتعرفوا ليش لازم تكون مصفوفة مربعة؟ الجواب موجود طلاب هون على المكتوب. شو طلاب شايف على اساس بدكم تاخذوا ميات؟ شو طلاب؟ لانه اذا لم تكن المصفوفه مربعه شو؟ ما فيني اجمعها مع منقوله طلاب. اذا لم تكن المصفوفه مربعه فلما ماخذ منقوله رح تتغير مرتبتها، وبالتالي ما فيني اجمع المصفوفه مع منقوله الا اذا كانت مربعه. يعني انا عندي هاي المصفوفه طلاب، لاحظوا طبعا عباده جواب صح. هاي عندي المصفوفه اي، هاي عندي اياها 2 3 1 3 5 4. إذا أجيت أخذت منقولة شو بده يطلع الجواب؟ بده يطلع الجواب 2 3 1 3 5 4. ما فيني أجمع المصفوفة A مع منقولة، لأنه شرط جمع مصفوفة مع مصفوفة ثانية أن يكون لهما نفس المرتبة، طيب هذول ما لهم نفس المرتبة. بينما المصفوفة المربعة هي الوحيدة اللي ما بتتغير مرتبتها لما باخذ منقول. إذا عرفنا ليش طلاب لازم تكون مصفوفة مربعة، مشان لما باخذ منقول أقدر أجمعها. انتبه طلاب، هذا السؤال ممكن يجي هيك طلاب. سؤال بخمس علامات، عرفت شلون؟ لماذا يجب أن تكون المصفوفة المربعة مصفوفة A أو M أو أي مصفوفة مربعة حتى يمكن كتابتها على شكل مجموع مصفوفتين؟ كنت تعرفوا تكونوا طلاب سريعي البديهة وتعرفوا أنه المصفوفة المربعة هي الوحيدة اللي ما بتتغير مرتبتها عندما نوجد المنقول، وبالتالي فيني أجمعها مع منقولة، وفيما عدا ذلك هذا الكلام غير صحيح. هلا نجي على مثال طلاب عمل لي، ليكن لدينا المصفوفة التالي M 3 5 ناقص 1 2 ناقص 2 4.
ثلاثة ناقص خمسة سبعة. عمل لي اكتب هذه المصفوفة على شكل مجموع مصفوفتين، احداهما متناظرة والثانية متعاكس تناظر. القانون بده يكون حافظه دغري مباشرة، لون بروح على المنقول. اخذنا المنقول ماذا يساوي؟ صفر بدنا نساوي عمود. شو عم تلاحظوا؟ بتضل ثلاثة ثلاثة، وبالتالي فينا نجمعه وفينا نطرح. اذا هي ثلاثة، هي خمسة، هي ناقص واحد، هي اثنين، هي ناقص اثنين، هي أربعة. هي عندنا ثلاثة، وهي عندنا ناقص خمسة، وهي عندنا شو؟ سبعة. هلا إذا كنا حافظين القانون منيح، ما حافظين فينا نستنتجه، استنتاجه ما كان عملية صعبة. إيه ماذا تساوي؟ نصف المصفوفة زائد منقولها. نصف المصفوفة زائد منقولها. نجمع العناصر المتقابلة. ثلاثة زائد ثلاثة ستة. خمسة زائد اثنين سبعة. ناقص واحد زائد ثلاثة اثنين. اثنين زائد خمسة سبعة. ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص أربعة. أربعة ناقص خمسة ناقص تسعة. ثلاثة ناقص واحد اثنين. ناقص خمسة. عندي خربطة أنا. ناقص خمسة وأربعة زائد واحد، هون في غلط. ناقص خمسة بيطلع ناقص واحد. هو راح يبين دغري يعني. لأنه مو معقول الواحد يرتكب الخلط مرتين. لذلك أنا كيف اكتشفته؟ جيت عم أجمع ناقص خمسة وأربعة، لاحظت إنه لازم هو يطلع نفس هذا الجواب، لأنه بس هو مصفوفة متناظرة، طلع غير جواب، عرفت إنه شغلي غلط. إذا هي ناقص واحد، وهون 14. بعد أن نلاحظ طلاب إنه هي المصفوفة متناظرة، هي ستة والعناصر 2 1 تساوي 1 2 7 7. 2 2 ناقص 1 ناقص 1. نجي طلاب على المصفوفة ب ب شو لازم تكون؟ متعاكس التناظر. برا بتكون في نص. بدنا نطرح 3 ناقص 3 0. 5 ناقص 2 3. ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4. 2 ناقص 5 ناقص 3. ناقص 2 وناقص ناقص 2 بيطلع 0. 4 ناقص ناقص 5 بيطلع 9. 3 1 4 ناقص 5 ناقص 4 ناقص 9. 7 وناقص 7 0. الآن طلاب خلينا نتأكد أنه هي مصفوفة متعاكسة التناظر. الآن طلاب المصفوفة متعاكسة التناظر هي المصفوفة لعناصر القطر الرئيسي لها لون صفار، وهذا الشرط محقق. لاحظوا عناصر القطر الرئيسي صفار. العناصر المقابلة للقطر الرئيسي تكون متعاكسة بالإشارة، فلاحظوا طلاب عنا هاي ثلاثة، هاد شو؟ ناقص ثلاثة. هاي ناقص أربعة، هذا بده يكون عكسه بالإشارة، أربعة. هاي تسعة، هاي شو بدها تكون؟ ناقص تسعة. هلا المفروض إذا جمعت الـ A مع الـ B شو يطلع معنا؟ المصفوفة M. المفروض إذا جمعنا الـ A مع الـ B شو يطلع معنا؟ المصفوفة M. خلينا نتأكد. 6 زائد 0 6 تقسيم 2 شو بيطلع؟ 3. 7 زائد 3 10 تقسيم 2 5. 2 ناقص 4 ناقص 2 تقسيم 2 ناقص 1. 7 وناقص 3 4 4 تقسيم 2 2. ناقص 4 و 0 ناقص 4 تقسيم 2 ناقص 4 و 9 وين عندنا هون عفوا ناقص 1 و 9 8 8 تقسيم 2 4.
2 و4 6 تقسيم 2 3 ناقص 1 ناقص 9 ناقص 10 تقسيم 2 ناقص 5 14 و0 14 تقسيم 2 7 اللي هي نفسها شو طلعت يعني. إذا أي مصفوفة مربعة طلاب يمكن كتابتها على شكل مجموع مصفوفتين إحداهما متناظرة والثانية شو متعاكسة التناظر. هاي الفقرة طبعا تتبع الجزء الأول من هذا البحث، ما كنا أخذناها، ما هي صعبة أو شلون، عملية كثير بسيطة، المهم نعرف القانون نكون حافظينه، إذا ما كنا حافظينه فينا نستنتجه، فينا نستنتجه بالاعتماد على خواص المصفوفة المتناظرة. شو هي المصفوفة المتناظرة طلاب؟ هي المصفوفة التي تساوي منقولة طلاب. هذا ممكن يجي سؤال نظري هيك ويقعد بقى يتلاعب فينا، نقول عن المصفوفة A بأنها متناظرة إذا كان واحد مربعة أو ولا مربعة مستطيلة، اثنين يساوي مقلوبها، ثلاثة محددها يساوي صفر، أربعة تساوي منقولها. أما الجواب الصحيح، الجواب الصحيح هو الجواب رقم شو؟ أربعة. إذا نحط له أربعة ناخذ علامة السؤال. طبعا مثل ما حكينا طلاب انا عم اخترع انه هيك اسئله ممكن تجي، هي اذا ما كنا نحن متذكرين خواص المصفوفه وايمتى تكون متناظره وايمتى تكون غير متناظره الى اخره، فما بنقدر نجاوب على سؤال بسيط نحن نعتبره مساعده. في حدا عنده اي استفسار على درس اليوم؟ في حدا ما اخذنا له حضور؟ طبعا لقائنا الاسبوع القادم راح يكون يعني عباره عن شغله 5 دقائق نظري والباقي حل تمارين. وبالتالي اذا في عندكم اي استفسارات بتاجلوها على الدرس القادم. التنين ما في اي تاجيل طلاب، موعده ثابت لانه بيكون التنين ما في عليه اشكالات، الاشكالات هو الثلاثه بس. اما سبت واحد وتنين طبعا فيكم تحضروا وين ما بتكون، حكينا يعني اذا ما كنتوا تحضروا يوم الاثنين جاي على بالكم انه تساعدوا اهاليكم في بعض الاعمال او شلون، ففيكم تحضروا السبت او الاحد. بس بشكل عام التنين دوام. ثلاثة هو اللي مشكوك بأمره، نحن ما عندنا محاضرات يوم ثلاثة، عندنا سبت واحد واثنين. لذلك إن شاء الله بنلحق نعايد على بعض الأسبوع القادم، ما في داعي. لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله بالفقرة الأخيرة بجزء اليوم اللي هو كيف نستخدم مقلوب مصفوفة لحل جملة معادلات خطية. لحل جملة معادلات خطية، طبعا في طرق كثيرة لحل جملة معادلات خطية، نحن راح نستخدم فقط طريقة مقلوب مصفوفة. أي استفسار طلاب بيخطر على بالكم فيكم توجهوا لي خلال الإيميل أو خلال المحاضرة، ما عندنا أي مشكلة مثل ما ساوى زميلكم وبعدها بالبداية.